لسه مكملين حلقتنا ستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا ينجحوا كويس قوي. الحقيقه ضيفتنا بعد اختيارها ضمن اكثر 50 سيده ملهمه حصلت مؤخرا على وسام فرنسا برتبه فارس في العلوم والاداب، هي نموذج مصري حقيقي في التاثير والاصرار على النجاح. انشطتها كثيره ومختلفه، من التثقيف المدرسي للمسرح للمبادرات الوطنيه. هي عايزين نهتم قوي ان احنا نتكلم عن بدايتها جت ازاي، قصه نجاحها دي كان ايه، اهم المحطات فيها، حياتها، تطلعاتها، رؤيتها للي جاي، وحاجات كتيره جدا جدا مع ضيفتنا النهارده اللي منورانا ومشرفانا دكتوره منى مجدلاني. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منورانا خطوه عزيزه. ميرسي. اهلا بيكي استاذه منى، ومبروك لينا يعني انه مراه مصريه بتكرم في فرنسا في العلوم والاداب. عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه اللي اتكتب في وثيقه التكريم دي علشان يوصل حضرتك للمكانه دي، عشان اي ست بتشوفك انت قدوه ليها. الحقيقه هو ده تاني تكريم من جمهوريه فرنسا. التكريم الاولاني كان في 2019 وكان وسام السعفات الاكاديميه، ده للمتميزين في التعليم، تعليم اللغه الفرنسيه، نشر اللغه الفرنسيه وثقافتها. الوسام الاخير الفنون والاداب من وزاره الثقافه الفرنسيه، واللي اتكتب كان العلاقه والانجازات بحب وشغف جوه مجال الفنون والاداب، تحديدا المسرح، لانه انا عندي فرقه مسرح من سن 10 ل 18 20 سنه. من 20 سنه تقريبا الفرقه ابتدت سنه 2002 وابتدت كفرقه مدرسيه، ومن 2019 هي فرقه مستقله، فهي بتضم طلبه مدارس مختلفه وجامعات. والفرقه مصريين ولا مصريين؟ بس هي فرقه ناطقه بالفرنسيه، يعني هو مسرحياتنا بالفرنساوي. وده كان في انتاج سنوي لمسرحيه في السنه. المسرحيه بتتكتب، يعني احنا ابتدينا اول مشوارنا بمسرحيه من التراث الفرنسي، وبعدين لقيت انه انسب حاجه ان انا اخلي اعضاء الفرقه يعبروا عن نفسهم، لان هو مش المقصود انه هم يطلعوا ممثلات مسرح، هو المقصود انه النشاط ده يكون من وراه القدرة على التعبير عن النفس، إطلاق صرخات، إبداء آراء، تأليف، وطبعا المشاركة في الإخراج والمشاركة في تصميم الملابس. فده بكل مراحله، بكل الموضوعات اللي مرينا عليها على مدى 20 سنة. يعني المسرحية 21 تعرض بعد بكرة، أول عرض ليها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذة منى، حضرتك ده وسام في الأدب والعلوم، حضرتك بتكتبي وبتألفي طبعا وكمان بتدرسي، ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزة أعرف وجهة نظرك الفرق بين المدرس المؤثر والمدرس اللي بس بيقول المنهج كده وخلاص. ده فرق عملاق. ده المدرس اللي بيقول المنهج وخلاص هو واخد التدريس مهنة وظيفة، إنما المدرس المؤثر هو المدرس اللي عارف إن هو بيبني، بيشكل، بيرافق الطالب في رحلة نموه. رحلة نضجه، رحلة تثقيفه. فبإيده ان هو يخليه يحب المادة، بإيده ان هو يخليه يكتشف ذاته، بإيده ان هو يخليه يقبل الآخر، بإيده ان هو يخليه يراجع نفسه. كل ده جنب المادة والدرس والدرجة والامتحان. فده عالم كامل للمدرس المؤثر، ودي علاقة بتستمر ما بتخلص. المدرس اللي بيشرح درس. طيب ممكن أقول بس حاجة كمان، حضرتك درستي مع انك كنت رافضه تماما الفكره دي. تماما. ليه كنت رافضاها خالص، وايه السبب ان خلاكي تدرسي وتبقي مدرسه مؤثره جدا في الطلاب اللي مع حضرتك؟ هو اعتقد كلنا كان نفسنا نبقى مدرسين واحنا صغيرين، في سن أيوة معين طبعا لازم نحب فيه نبقى مدرسين. لعبه كانت كمان. لعبه. أيوة. يا انا حبيت المدرس فعايزه اعمل زيه، يا انا اديت المدرس فعايزه ازعق في اللي قدامي زي ما هو بيعمل بالظبط. دي مرحله وعدت. ولما دخلت مرحله الجامعه تدريس ما كانش في بالي خالص خالص. انا درست اداب من حبي وعشقي في اللغه، انما مش علشان ابقى مدرسه. وابتديت فعلا يعني الكارير باداره اعمال. الصدفه هي اللي خلت انه حد من مدرستي اللي انا كبرت فيها
بيقول لي تعالي درسي، قلت لا انا مش عايز ادرس، وانا كنت ما بين شركتين يعني، مجال تاني خالص، اداره اعمال خالص خالص، والاحلام كلها ماشيه في سكه اداره الاعمال. فكلمه في دعوه في اصرار انتهى الموضوع، لاني بعوض حد من صحباتي بتشتغل مدرسه في فتره حمل وولاده، بعوضها شهر في الصيف علشان ابقى مع تلامذتها اللي محتاجين تقويه في الصيف. ولقيت 20 سنه مروا كده عشق عشق، لانه سخرت من انه لا انا ما عنديش صبر، ومش هقعد ارسم سمايليز، ومش هجيب جوائز، وهي يعني بهداوه. لقيت ان بمجرد ما سبت البضائع والتقارير وكل ما يخص اداره الاعمال، وانا قدام كائنات بتتاثر، بتبقى مش فاهمه بتفهم، مش بتضحك بتضحك، مش اجتماعيه بتبتدي تندرج جوه المجال الاجتماعي. فده فرق جدا، ما حسيتش ان انا باخد قرار صعب وانا بكمل. طيب جميل قوي. يعني يعني ما بين المسرح واختيارك ليه، من المعروف انه المسرح من اكثر الادوات القوة الناعمه تاثير، لانه رد فعله بيكون مباشر في ساعتها وقتي، صح، وهو صعب. فده طبعا ايمانا منك بمدى تاثير المسرح عموما في العالم. تاني حاجه انت بتتكلمي في تدريس، ودي مسؤوليه كبيره جدا، انك بتتعاملي مع ذهن طفل انت بتشكليه، وهو هيكبر على كده وهيبقى فيه بقى منتج جاي بعد كده بناء على المدخلات اللي دخلت وعيه او ذهنه. وبتتكلمي على انك كان بتشتغلي في اداره الاعمال، ودي عالم تاني لوحده، وكمان بتعملي مبادرات ومركزه مع مصر رغم انك عشت كتير في فرنسا، وانما انت شايفه مصر قوي، يعني مصر جواكي، عملتي طوف وشوف وعملتي مصر بتتكلم اخضر. المبادرتين دول ليه عملتيهم وانت هناك، مع انه في ناس هنا ممكن تكون مفكرتش فيها؟ هو انا ما عشتش في فرنسا كتير، وانا فرنسا كانت بالنسبه لي محطات، بروح لدوره تدريبيه وارجع، بروح لدراسات وارجع، بروح للمشاركة في مهرجانات مع فرقة المسرح وأرجع، لكن إقامة ما ده ما حصلش. فأنا بالرغم من أن أنا مزدوجة الجنسية، أنا لبنانية مصرية، بس أنا عايشة في مصر، فهو الانتماءات أكيد مصرية. وأكتر حاجة أثارت الغيرة، وأنا يعني قصدي أستعمل الكلمة، هو أنه لما كنت بسافر مع الطلبة في المشاركة في مهرجانات في فرنسا، كان بيلفت نظري جدا قد إيه إحنا ما طلبتنا ما عندهمش الرغبة والمعلومات في الفخر ببلدنا، ثروات بلدنا، بلاش فخر، مجرد معلومات مش موجودة، لأن هي موجودة من خلال الدروس وكتب التاريخ والجغرافيا اللي بنحفظها بالزق وبالعافية. وده فطلبة اللي في نفس العمر هناك في فرنسا قادرين يتكلموا جغرافيا عن مدينتهم، عن بلدهم، عن الأكلات اللي موجودة في المكان، عن بابا بيشتغل إيه وهكذا، ويمكن عننا كمان وعن تاريخنا أكتر مننا، أكتر مننا، يهتموا بالفراعنة وتاريخهم. معاكي حق. أستاذة منى، هل في، إحنا عرفنا أن في سيدة راهبة غيرت حياتك، يعني عملت كده شيفتنج في حياتك، يعني احكي لنا القصه. اكتر من رهبه، الرهبه اللي عملت الخطوه الاولى في السويتشنج ما بين اداره اعمال والتدريس هي سير ماري بيير، اللي كانت رهبه وانا في سته ابتدائي، كانت هي مسؤوله القسم وشافتني وانا بكبر وقابلتني واقنعتني ان انا اروح اشتغل مدرسه حتى ولو لشهر، ومن هنا جم ال 20 سنه. جربتي التدريس من اول ما اتخرجتي ولا من اول ما اتخرجت من الكليه؟ لا، انما من بعد كلامي معاها حبيتي. يعني هو طبعا التدريس موجود اصلا، لانه انا كنت دايما من نمره واحد نمره ثلاثة الاوائل على الفصل، ما شاء الله، ودول دايما تلاقي فيه لجوء ليهم، اشرح لنا ده، بيلعب دور المدرس وهو صغير ده في الفصل وفي الجامعه. فلما ابتديت اشتغل مدرسه انا ما حسيتش ان انا بذلت مجهود، بس هو طبعا التدريبات، دورات تدريبيه فرقت معايا. الرهبه الثانيه سير جوليات اكيد، لان هي اللي كانت دايما بتساندني في رحله المسرح، يعني جربي، سافري،
اول سفريه لفرنسا، سفري في المهرجان الاولاني اللي شاركنا فيه، وبالتالي في طبعا نقلات انا بأدين بيها للمحيطين. طيب لو رجعنا بقى، حضرتك زي ما قلنا حاجة بتدرسي وحضرتك ليكي مبادرات مهمه جدا، كمان قلنا في الاول خالص عن ان هيك عندك فرقه مسرحيه، كلمينا بقى عن ده، البدايه جت ازاي؟ اسستي الفرقه ازاي؟ البدايه كانت مش مدروسه على الاطلاق، انا بدرس درس فرنساوي في المدرسة، المسؤولة عن الفرنساوي أطلقت مشروع مدرسي، والمشروع المدرسي هنقارن ما بين مصر وفرنسا، وهنعمل حاجات لوحات على الحائط، وهنخلي الولاد يكتبوا يرسموا يعلقوا يشرحوا، إنما هيبقى في سكتش في آخر السنة أكيد علشان نبقى بنعبر عن المشروع ده جوه حفلة الختام. انا كنت ساعتها بعمل مقارنه ما بين اسم الشرطه في مصر واسم الشرطه في فرنسا، خلي بناتي يكتشفوا اماكن الخدمات، لانه ده ابعد ما يكون عن مجتمع النادي والنزول والفسح وده طبعا. فعملت سكتش استوحيت الفكره من خلف الاسوار وعملته بالفرنساوي، والفرق ما بين المدرسه الاولى لما جت شافت قبل العرض بيومين احنا لسه بنجمع الافكار والملابس والقصه ازاي، وتوقعت ان ده مش هيشوف النور، وشافت يوم حفله الختام العرض ده بملابس بموسيقى بنص محفوظ بتقسيم ادوار كله، رشحتني ان انا اروح احضر دوره تدريبيه في تبع المعهد الفرنسي. أيوة. وفعلا رحت، ودي كانت البدايه، هم كانوا بيدربونا علشان ينظموا مهرجان. أيوة. الخطوه اللي وراها ان انا اعلنت في الفصل عندي مين يحب، وابتدينا تكوين الفرقه الاولانيه، واستمرت الفرق في تسلسلها لحد الفرقه رقم 21 دلوقتي. وطبعا كتابة، إخراج، مشاركة في مهرجانات، أهم من ده هو شخصية الطالب الموجودة طبعا. فهو المسرح ده أداة علشان يبقى كائن اجتماعي صحي، مش خايف، مش هايب، مش متردد، مش مطول، مش بيكرر، بيكتشف نفسه، بيعرف أماكن القوة عنده، وبيقبل نفسه وبيحبها، بيكتشف غيره، وبالتالي بنبتدي ندخل في حوار فريق العمل. أيوة. وكل حد منهم، يعني هو اكبر حد دلوقتي بقى عنده 33 سنه ما شاء الله، ما بين دكاتره في الجامعه وما بين باحثات في الفاتيكان وما بين مودلز وما بين، فكل اكيد ان المسرح فرق كتير في شخصيتهم زي ما حضرتك قلتي، ان هو بيساعد الانسان ان هو يعبر عن نفسه ويعدل من نفسه ويتواصل مع الاخر ويتقبله. بس هنيجي للحظه تتويج للنجاحات، ويمكن الشباب لو عندكم الصوره ممكن نشوفها، انا حابه استاذه منى تتعلق عليها بنفسها، احكي لي قصه الصوره دي. دي احدث صوره، ده يوم الخميس اللي قبل اللي فات بالظبط، ده يوم تعليق الوسام. قبل الصوره دي على طول كان سفير فرنسا هو اللي بيديني وسام الاداب والفنون، وبالظبط كده. والصوره بعدها على طول محافظ اسكندريه شرفني بالحضور وفاجئني بان هو بيديني تذكار مدينه اسكندريه بعد ما كنت حصلت على درع اسكندريه من قبلها بثلاث سنين، فصوره غاليه وعزيزه جدا، لانه كان محافظ اسكندريه السنه اللي فاتت في جوه شهر مارس اختارني من بين 10 سيدات في يوم المراه العالمي، علشان الجسر اللي انا عاملاه ما بين الثقافه الفرنكوفونيه والثقافه الاسكندريه. فكان أوكي. جميل ان هو يشرفني لحظه ما وزاره الثقافه الفرنسيه. طب ما تكلمينا عن الفرق، ايه الفرق بين الثقافتين؟ يعني كلمينا عن ده. الفرق بين الثقافتين كبير ولا قريب؟ هو طول ما احنا بنتكلم على اننا بشر هو القواعد واحده، انما لازم الطلبه يفهموا ان احنا شرقيين، لان دي ايدنتيتي، هويات احنا مش بنتكلم عليها، البيئه اللي بنتولد فيها، الصحبه والبيئه وطبيعه الاكل والرغبه في الضحك والاستمتاع بالحياه، حتى الصوت العالي، فهم النكته حتى اكيد اكيد ده بنتميز بيه، ده موجود من غير ما نحس بيه. ايه الفرق بين كينونتنا، هويتنا،
كهوية شرقية والهوية الغربية. طيب احنا ايه الفرق بين منطوق اللغة العربية واللغة الفرنسية؟ طيب شوية من الأدب العربي والأدب الفرنسي، في عادات وتقاليد ممكن يكون احنا بنحب الاستفاضة، الثقافة الفرنسية شورتلي زي الشعر، هو جمل قصيره وحضرتك تفهمي كل اللي وراها، ففي بذل مجهود اكتر طبعا. فده ده الجسر اللي هم بيمروا بيه، واكيد في مقاومه. طب ما نمثل بالعربي، لا طب ما نمثل كله بالفرنساوي، طب نفهم اكتر، طب نتثقف. هم خطوه خطوه خلال حوالي 100 ساعه عمل خلال السنه، بيبقوا عملوا ابحاث، بيبقوا تناقشوا مع بعض، عملنا عصف ذهن، بنبقى شفنا بعض، نميت عندهم الرؤيه الخارجيه، يعني هم ازاي هشوف نفسي. ايوه فلا دبل. استاذه منى، حاجه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا في حياه حضرتك، مبادره مهمه جدا، طوف وشوف. كلمينا عن المبادره دي، جات لك الفكره ازاي؟ رحتوا كام محافظه؟ ايه يعني اهم النقط الموجوده في المبادره دي؟ واحنا معانا صوره اهي. ايوه دي صوره في رحله سيوه من 8 سنين فعلا. الله. المبادره ابتدت زي ما كنت لسه بقول حالا، ان انا غيرت، يعني انا شباب مصر محتاج وهو جوه المرحله المدرسيه يكتشف مصر. وهنا لانه كنا عندي كمان زي معرض، معرض، وكنا هنا مهتمين بالحرف اليدويه، فكنا سمينا المهرجان ده مهارات، بقى بتطلع بتكتشفي مهارات. طبعا كانوا مصريين عايشين هناك ولا سوري يا لا 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 اتفضل، يعني عايشين هناك ولا انت بتشتغلي معاهم ولا بتجيبي ناس يتعرفوا على سياحه سيوه ومصر ومن ده بره؟ انا اطلقته في وسط كوني مديره مدرسه المير دو ديو، اطلقته في وسط المدارس في اسكندريه، ولاني كنت ساعتها رئيسه اللجنه الثقافيه. فكانت المبادره بتقول نكتشف بلدنا، لانه احنا عرفنا هي جت من الغيره الاول جداً. حضرتك قلتي غيره ان الشباب الفرنساوي عارف عن بلده عننا اكتر، واحنا لا. عملتي ايه بقى؟ عملت اتضايقت من الكافيهات والمولات والريستورانات وده، فقلت لا لا انا كفايه انا فاطلقت اول، ممكن دي كانت سنه 2011 يعني. كانت سنه صعبه، انما يلا هنكتشف اسكندريه. فهنكتشف اسكندريه، رحنا عمود السواري، رحنا كوم شقافه، رحنا اماكن جوه البلد لا فيها خطوره في الانتقالات ولا في اوتوبيس بيجمعنا. بنروح مع مرشده سياحيه، مرشد سياحي بيعرفنا على المكان، بنمر بمسابقات، يقول اسئله، في جوائز، بنجمع كل مراحل السنه. في اخر السنه بيبقى في مهرجان، علشان بقى عملنا مسابقه للي هيقدم احسن بحث، احسن دي في دي، احسن باوربوينت، وهكذا. بيبقوا اهتموا طبعا. في النص لازم نسيب لهم فرصه يتصوروا ويبوستوا ويعملوا تيك توك وكل الحاجات اللي هم بيحبوها. فابتدينا في اسكندريه، الاماكن المغموره والاماكن الغير معروفه والغير معروفه. رحنا العالمين، رحنا رشيد، بعدنا ورحنا بورسعيد، رحنا هي اسماعيليه. الفكره ان كل شبر في مصر ليه هويه وليه طريقه وليه لون. الوان الطيف الثقافي في مصر كثيره جدا جدا، يعني يمكن ملهاش اول من اخر، متعدده جدا، وده من احد اهم ركائز القوه في مصر حقيقي، والتاثير المصري. ويمكن في فرنسا عندهم لجيبتوماني، يعني هوس بالحضاره المصريه الفرعونيه القديمه. لكن لما نيجي بقى نتكلم بقى كلام، احنا في قعده ستات بقى استاذه منى، واكيد الستات عمالين بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي وما شاء الله، يعني محطات كتيرة وإنجازات كتيرة في مجالات كتيرة. هل الست لما بتنجح في مجالات، وخصوصا لو كانت مالتي تاسك أو متعددة المهام زي حضرتك، هل ده بيأثر على حياتها الشخصية أو حياتها وارتباطها بقى وجوازها والكلام ده، ولا إن هي تقدر توفق ما بين الاتنين؟ ولو تقدر تعمل ده إزاي؟ طبعا هيأثر، وطبعا تقدر تعمل ده إزاي. هو لوحدها هتفضل تناضل وتحاول وهتتعب، هتحقق، بس مش هتحقق قد ما لو حققت في حاله انه اللي حواليها متفاهمين ومساندين وداعمين للنجاح. يعني الدوره التدريبيه الاولى في المسرح اللي كنت بحكي لكم عليها دي، كانت في الاسبوع الثالث من شهر العسل عندي، يعني فهو
فانا اتجوزت، اخذنا اسبوعين انا وجوزي، سافرنا ورجعنا، وهو رجع الشغل وانا رحت تدريب مسرح الاول. فيعني لو احنا في التقليدي وفي لا ما ينفعش ولا ده اكيد هتبقى عقبات هنتخطاها، بس على مستوى اكبر، على سكيل اكبر، على فتره اطول. انما وجود زوج متفاهم بيساند النجاح، وجود اخوات بيدعموا بيشجعوا، وجود طبعا ام يعني واب الله يرحمهم، تاثيرهم والدعم من وانا صغيره ده فاكراه، وجود اصدقاء. لان هو لو انا بعرض مسرحيات والاصدقاء مش موجودين في حاجه ناقصه اكيد، انما لو الاصدقاء موجودين في كل عرض وارائهم بتتقال وبتتنشر، ده دعم بيقوي وبيكبر وبيدي معنى للنجاح. فنقدر نقدر، متعب متعب، هيأثر ده أكيد، بس هو كله متوقف على إلى أي مدى الموضوع نابع من إيمان. أنا بعمل ده وأنا مؤمنة بيه وأنا عاشقة ليه وأنا حاسة بيه، ولا أنا بعمله لمجرد أني أحقق أرقام لاني ابقى موجوده. وفي ناس بتقول يعني، وخصوصا طالما انا اتكلم عن الست، انه ممكن ست تخفق في، مش هقول تفشل، ان فشل ده كلمه كبيره قوي، تخفق في مره في اثنين في ثلاثه، مش اخر الدنيا يعني. في ستات بتفضل قاعده على السقطه واللقطه وتقول لك لا خلاص، وفي ستات يعني بتقول حتى في فرنسا تقول لك لا لسيتهم بيه خلاص، يعني اللي حصل حصل وهكمل وها، لانه النجاح جزء اصيل في بدايته او في تكوينه هو الاخفاق طبعا. فلولا الاخفاق مره واثنين ما كناش هنوصل لمعادله النجاح. اكيد اكيد، هو مجموعه من التعب ولحظات اخفاق، ممكن نمر بلحظات فشل يعني، ده وارد، وده بيولد عند الفايترز، انا هروح ابعد، انا هكمل، انا فده بدون شك حاجه عامله زي الايسبرج كده، جبل التلج. هو الناس شايفه النجاح اللي فوق انما مش شايفين كل اللي مرينا بيه. أيوه. عشان نوصل لده. طيب حاجه بقى، اكيد مثلا اكيد في بنات وستات كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو سالت حضرتك قولي لي كده ازاي واحده في مجالها تحقق نجاح زي اللي حضرتك حققتي ده، تنصحيهم بايه؟ تعمل ايه؟ خطوات كده. الخطوات او بوينتس يعني. تمام. واحد، ثقي بنفسك. واحد، اسمعي نفسك وشوفي انت عايزه تعملي ايه وحلمك ايه وصدقيه. ثلاثة، اسعي له بجد، ولا عن طريق التقليد ولا عن طريق ال الصنع الفبركه، انما بصدق. كوني نفسك، كوني نفسك واصنعي بصدق وبضمير. ونمره ثلاثة، ما تقوليش لا لاي عرض، لانه الحياه ستابس زي ما حضرتك بتقولي. فانا ممكن هنا اكسل واقول لا، وممكن بكره اقول انا هدي اولويه لحاجه ثانيه. تمام. او اجل او اعمل نص نص او ارمي على حد. كل ده هيأثر، انما لو انا قلت ودقبت وتعبت وكملت، ده اتعلم بقى الستاب اللي وراها، اتعلم من نجاحي ايه العوامل فاستمر عليها، اتعلم من اخفاقي فاطلب الدعم يوم ما الاقي القوه بتنهار في دعم، لانه الطاقه الايجابيه بتتنقل والدعم طبعا. والله هي الطاقه الايجابيه اتنقلت حقيقي من حضرتك طبعا. لينا وحضرتك ملهمه مش بس لينا، الحقيقه كل ست بتشوفنا وكل بنت بتشوفنا وتكون مؤمنه فعلا باللي هي بتعمله ومصدقه ان هي هتقدر تنجح باذن ربنا، بس تعملي اللي عليكي وتبتدي. شكرا استاذه منى مجدلاني، والف مبروك، وتنورينا ان شاء الله في حلقات جايه كتير نتابع معاكي نشاطك. شكرا ليكي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مع دكتوره منى عبد الغني جمعيه البر والتقوى، ضيفنا دكتور يسري عزام بعد فاصل.